تخرج من الجامعة يمتلك حلما كبيرا بافتتاح مشروع الخاص في مجال الزراعات العضوية بعد أن قضى سنوات يعد دراسة جدوى لهذا المشروع. محمد سهيدي وجد في الأغذية العضوية مجالا مربحا له في ماليزيا التي تبلغ صادراتها من الأغذية العضوية نحو 270 مليون دولار سنويا، على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية العضوية مقارنة بالتقليدية، وهو الارتفاع الذي لا يعرف البعض سببه. من وجهة نظري أن الأسعار يتم تحديدها وفقا لتكلفة الحصول على المنتجات العضوية والمراحل التي تمر بها من عملية الحصول على البذور والتسميد، بالإضافة لاستخراج شهادات من الهيئات الدولية المعتمدة بأن هذا المنتج عضوي بنسبة 100%. ماليزيا تعد من الدول المتقدمة في زراعة الأغذية العضوية، وتقدم المشورة للدول التي دخلت حديثا في هذا المجال، لا سيما الدول الإفريقية التي تقدم الحكومات فيها الدعم للمزارعين المقدمين على الزراعة العضوية، والتي تشمل الإعفاءات الضريبية وعملية تسويق المنتجات العضوية. مبيعات الأغذية العضوية عالميا تجاوزت 100 مليار دولار عام 2018 وفق إحصائية نشرها موقع تيك كرانش الاقتصادي، بزيادة قدرها 6% عن عام 2017. ويشير التقرير أن أكبر الصادرات للمنتجات العضوية تتركز في أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 90%. الأغذية العضوية أصبحت صيحة العصر، حيث تشهد ارتفاعا متزايدا في حجم المبيعات على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25% عن الأغذية والمنتجات التقليدية، في حين تظهر الولايات المتحدة كسوق كبير للأغذية العضوية بحجم مبيعات يصل إلى 28 مليار دولار في عام 2018. محمد سيف لقناة الحرة، دبي.